تقولك ليش الريايل بعضهم ما يكونون صادقين وعيونهم زائغة. شوفي موضوع عيون زائغة صعب أتكلم عنه في اللايف، بس موجود في الكورس في الحياة السرية الرجل، وبرضو موضوع الكذب موجود. بس أبغى أقول لكل امرأة تسمعني، خيانة رجل، بحلقة رجل، زوغان عين رجل، كذب رجل لا تعني أنك أنت سيئة إطلاقاً إطلاقاً. لا تعني أن أنوثتك ناقصة، لا تعني أنك مش جميلة، لا تعني أنك أنت مقصرة، لا تعني أنه أنت منتي خمس نجوم، أبداً أبداً. ما لها دخل، ما لها دخل. يعني خلونا دائماً نتذكر أن ما نربط ما بين السلوكيات اللي قد تكون فطرية أو مشوهة مرات في برمجة الرجل، ما نربط بينها وبين أنه أنا مش كويسة عشان كذا خانني زوجي، وأنا مش جميلة عشان كذا سوى فيني كذا، وأنا مش بالقدر الكافي، جيدة بالقدر الكافي عشان كذا هو سوى. لا، ما لها دخل، ما لها دخل. يعني ممكن تجدين جدا جدا، يعني عادي جدا تجدين امرأة جميلة شايلة بيتها رائعة ممتازة خمس نجوم، يعني ما عليها عيبة واحدة، وزوجها خاين. فما أبغى أنت تجلدين نفسك تقولين أوه بروح أحط كريمات زيادة، بروح أضبط، بروح أنفخ زيادة. لا لا، خلونا نشد هذا شوي. لا لا، خلنا خل ها شكله خانني عشان هذا ما شدت شوية كذا. لا شوية شوي، لا كذا أضبط. لا خلنا ننفخ الشفايف. إيه نفخة الشفايف هذه تخلي خلاص ما عاد يخون. لا 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 لا، كل ما خلني أغير ملابسي، خلني أضبط، خلني أنفخ، خلني أفش، خلني استريحي استريحي. ما لها يعني، ما في شيء متعلق فيك، هذا شيء متعلق فيه هو. الخائن هو خائن لأنه هو خائن، مو لأنك أنت مو حلوة، مو لأن شفايفك مو منفوخة، مو لأنه أنفك مو قايم، مو لأنه حواجبك مو طايرة بالقدر الكافي، مو لأنه أنت مو أنيقة، مو لأن أنت جسمك مو أنثوي. ما لها دخل في أي شيء من هذه الأشياء، ما لها دخل. فبالتالي يؤلمني كثيراً مرات لما امرأة تتعرض للخيانة، ردة الفعل على طول انها تكون تروح عمليات التجميل وتشفط وتضرب ما قصدي انه انا ضد، مو ضد عمليات التجميل. اللي تبغى تشفط وتنفخ وكذا لها حريتها، طبعا محفوظة حريتها، لكن ما المفروض ان نربط بين النقطتين. يعني ممكن هو خاين مع واحدة ما لها شفايف وانت رايحة تضربين، فهمتي شلون؟ او يعني رايحة تنفخين وترفعين وكذا، هو خايف مع واحدة مرة كلش حواجبها كذا يعني. فلا تحذين الأمور بالطريقة إنه الخيانة تعني إني أنا معيبة. لا، الخيانة لا تعني إنه أنت كامرأة معيبة أبدا، والعكس صحيح، خيانة امرأتك لك لا تعني إنه أنت معيب. الخائن هو خائن، هو عنده مشكلة، فبالتالي لا تحطين العيب على نفسك، ولا تلومين نفسك، ولا تأنبين نفسك، ولا تخربطين بنفسك عشان شخص. إذا تبغين تجميل سويه عشان أنت تبغين تجميل، عشان أنت تبغين تغيرين نفسك وتنفخين تشدين أنت لنفسك، مو لأنه عشان هو يعني اقتنع، عشان هو يعني ترى مؤكد إذا نفختي عشانه ترى ما رح يبطل خيانة نهائيا، ما رح يبطل خيانة عشان أنت نفختي عشانه. طمني، ما لها دخل. فأنا أبغى أقول لكل امرأة لما يكون عندها رجل يبصبص، يكذب، يسوي أي سلوكيات، لا تحطي نفسك في خانة السيدة الغير جيدة. لا، أنت جيدة وأنت خمس نجوم، بس هو يبصبص، هو كذاب، هو خاين، هو ما لها دخل. احمي نفسك من أنك تجلدين نفسك. يعني كفاية الألم اللي يجيك من المصيبة اللي عندك، إذا عندك خيانة، إذا عندك رجل نصاب، إذا عندك كفاية الألم اللي أنت تمرين فيه. ما يحتاج بعد تزيدين الألم ألم وتجلدين نفسك وتألمين نفسك.
صديقتي تسأل تقول ليش بعد الطلاق الرجل يستخدم الأطفال سلاح. هذا سر من أسرار الرجل، هذا سر من أسرار الرجل، تكلمت عنه في الكورس وبرضو أبغى أتكلم عنه الآن للأشخاص اللي ما عندهم الوقت أو المال أو الاستعداد إنهم يحضرون هذا الكورس، وأقول لهم إنه مرات تكونين عشتي مع رجل طيب حنون جيد كويس، وفجأة قررت الطلاق، انقلب صار شيطان رجيم. يعني صار يعني تقول يا ربي هذا اللي أنا متزوجته 20 سنة، معقول؟ معقول أنا متزوجة هذا الرجال؟ شلون يعني طلع هذا الحقد وهذا القسوة وهذا الطريقة في التعامل، وكيف أنهى العلاقة بطريقة جدا يعني سيئة ومزرية. أو مرات إن الموضوع ياخذ أطول من كذا، مو بس حتى وقت الطلاق، حتى ما بعد الطلاق، إنه يخلي موضوع الأطفال موضوع معقد وموضوع صعب وموضوع يعني كأنها أزمة الشرق الأوسط، قصة لا تنحل. طيب يا أخي سلم وسلم، ما هو موضوع يعني ما هي معادلة صعبة يعني، لا يقوم لك يخلي الموضوع ألم ومعاناة ويبث كل الحقد وكل التعقيد وكل القسوة في طريقة تبديل الطفل، في أن الطفل يروح الأمة من أبو الأمة ومن أمة لأبوه. يعني موضوع بسيط جدا سهل جدا، ما يعني حتى لو جبتي أطفال يقدرون يتفقون على الطريقة بسيطة، ومع ذلك تلقى يعني تتفاجأ أنه بعد الطلاق يعني يقوم رجل يتصرف بهذا السلوك، يقوم يعني يسوي سلوكيات، يدخل الشرطة ويدخل المحكمة واستلام وتسليم في الحديقة الفلانية في النقطة الفلانية، تسليم واستلام. شكرا يا ربي، ليش كل هالقصة؟ ليه؟ أنا أقول لك القصة هي أزمة ذكورة باختصار، أزمة ذكورة. كيف أنه بعد نهاية هذه القصة المؤلمة اللي هي قصة الطلاق بالنسبة للرجل، كيف هو يبغى، ما زال يبغى يثبت أنه هو رجل، هو ذكر، أنه هو المسيطر، أنه هو الأقوى، أنه هو له الكلمة العليا، أنه هو. فبالتالي كيف يسويها حسب عاد مستوى ذكائه، يسوي الطريقة أنه شفتي أنا أقوى، أنا الذكر هنا، أنا المسيطر، أنا اللي أفرض قواعد اللعبة، أنا أفرض قواعد اللعبة وهذه هي قواعدي، تطلقين تطلعين هذه قواعدي، خذي تبهذلي طول عمرك. فهذا هو. وقد أيضا أقول لك من الصعب على الرجال إنهم يعبرون عن هذا الشيء بالنسبة لأنفسهم، لأنه الذكورة ترى فيها حلو فيها سيء. يعني الذكورة مثلا من أجمل صفات الذكورة اللي أنا أحبها الإنجاز يا جماعة صفة ذكورية، أنا أحب هذه الصفة، أحبها وتسعدني كثيرا وأحب أعيش معاها هذه الصفة، أني أنا أنجز، يشعرني شعور جميل الإنجاز. لكن أحد أبرز صفات الذكورة السيئة السيطرة، أنه اللعبة تلعب بقواعدي، شاء من شاء وأبى من أبى بالغصب، هذه من 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 سمات الذكورة السيئة. لذلك بعض الرجال لما نكون حبايب يطلع لك صفات الذكورة الجيدة، لما نتضارب يقلب الصفحة يقلب الصفحة، لأنه عنده صفحة زي النوثة. النوثة عندنا صفات يعني جدا جميلة، مثلا السكون، الهدوء، السلام، من صفات النوثة جدا جميلة جدا جميلة. والسكون أنا أحب السكون، أحب مرات إني أقعد ساكنة كذا يعني 5 ساعات ما أسوي ولا شيء، بس فقط أعيش السكون والصمت، أنوثة. لكن خلي أنثى تقلب عليك، يقولك حية من تحت التبن هذه ما تصير من عند رجال، لأن يعني الرجال بيجي ضارب كذا، لا يقول، فتقلب لك على الكيد، كيد يعني النساء كيدهم عظيم، فتوريك الصفحة الثانية تقول أعوذ بالله. فنفس الشيء الرجل اللي يتضارب معاك يتفاهم معاك وقت الزواج، اقلب الموضوع هوشة ومضاربة، يوريك الزاوية الأخرى من الذكورة، طلع لك كل أسلحة الذكورة، هناك أسلحة للذكورة وأسلحة للأنوثة. هل الرجل اللعوب النسونجي يخون بعد الزواج؟ شوفي حبيبتي ولا
تكلمنا امس على موضوع ادمان العلاقات، وقلت لك انه في لحظه في مرحله البلوغ سواء الرجل او امراه لما يدخلون حاله ادمان يتورطون فيها طوال العمر، الا اذا قرروا هم انهم ينقذون انفسهم وراحوا للطبيب نفسي وعالجوا انفسهم وخلصوا نفسهم من هذا المرض. هذا مرض. فلما يكون الشخص مستمتع في هذه اللعبه، ايش اللي يوقفه؟ لما يكون عندي رجل مستمتع بانه يكون زير نساء، ايش اللي يوقفه؟ انا اسالكم ايش اللي يوقفه؟ هو مستمتع باللعبه، لم يتاذى. ما في واحده من السيدات اللي لعب معاهم ورده لكيت، ولا واحده. مستمتع باللعبه، ايش اللي يخليه يوقف اللعبه؟ ما في شيء. الوازع الدين ما هو الوازع الدين من الاول ما كان موجود، ايش اللي يخليه يصير موجود؟ يعني اذا هو ما هم الوازع الدين من الاول، هو داخل هذا الموضوع وزير نساء، ايش اللي وقفه؟ هي تعتقد انه الزواج وقفه. احب اقول لك الزواج لا يوقف زير النساء، الزواج لا يوقف رجل زير نساء، لا يوقف. اعرف ان عندك امل، واعرف انه كثير من السيدات يحبون زير النساء. ليش؟ لانه هو اشطر واحد في التعامل مع المرأة. زير النساء هو اشطر واحد في التعامل مع المرأة، ولا يتغير بعد الزواج، يستمر على نفس النسق. وكل هذول السيدات مضبطهم، ما في ولا واحدة تقلب عليه، ضحك عليهم ولا واحدة تقلب عليه. لكن خلينا نشوف رجل يعني تعامله مع النساء شوية صعب، أو خلنا نقول مو مثل زير النساء. هذا في الغالب مخلص بدرجة عالية جدا أكثر منها، ولا تنجذب له النساء. هي معادلة لازم تفهمها المرأة وتلقطها من بدري، إنه هذا زير النساء اللي يعرف يتعامل مع النساء ويلف فيهم ويلف فروسهم ويضحك عليهم. هذا زير نساء يستمر زير نساء، وتلاحق النساء ويضحك عليهم كلهم على بعضهم، يلف فيهم ويضحك عليهم. هي فيهم زوجته ولا زوجاته، ويستمرون معها لأنه عارف كيف يدخل لهم مداخلهم وخارجهم. لكن خلنا نشوف الرجل الآخر اللي مو كثير يعرف يتعامل مع المرأة، يتعامل بشكل ذكوري أكثر. هذا اللي أكثر إخلاصاً وأكثر صدقاً، وبعيد عن الخيانات أكثر. في الغالب النساء لا تنجذب لهذا الرجل، لكن في النهاية كزواج هذا هو الرجل المخلص. رقم 2 هو الرجل المخلص، مش رقم 1.